مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار إلى هذا اليوم. إلى نشرة بالتفصيل، حيث أكد وزير الداخلية النمساوي جيهارد كانر التزام بلاده بمنع انتشار جرائم التطرف والكراهية في المجتمع، مشيرا إلى ارتفاع نسبتها ل7% العام الماضي. وأوضح الوزير أن هذه الجرائم تعود إلى دوافع أيديولوجية، وأن مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب يعمل على مواجهة الجماعات المتطرفة في المجتمع، كما تزايدت نسبة المشتبه بهم من الأجانب في جرائم مناهضة للمسلمين والمسيحيين وجرائم الكراهية ضد التنوع الاجتماعي والتوجه الجنسي، حيث تركز النمسا على مكافحة الظاهرة لتعزيز التعايش السلمي في المجتمع. Islamistischer Extremismus und Terrorismus, Spionageabwehr und Cybersicherheit, internationaler Waffenhandel und Proliferation.